جروب زي ما طلع الكتاب بتاع الأشباح الواحد شاف منه شنو الحكاية يا جماعة ليها الله. أنا كنت قايل إنه ده حيتأخر، فالحمد لله إنه الكتاب ده رخيص جدا جدا، افتكر إنه المفروض يتوزع توزيع كثير، لأنه كتاب بتاع خبرة حقيقية لنزول في مؤسسة أساسية في السودان، ونزول عاش تفاصيل المؤسسة دي، وهي يعني أنا شخصيا واحد من الناس اللي اتأثرت حياتي تماما، لأنه أنا والدي كان في سكة حديد، وعشت وتربيت في حي بتاع سكة حديد، وعشت 8 سنوات ورا بعض يعني في ديمتيان في غصبان يعني، وثقافة كاملة يعني 1600 نفر موجودين في طاير عنبر، كنت عايش معهم، وطبعا دي قصة تعرفهم في يوم من الأيام كثير. لكن افتكر انه عشان كده واحده من الحاجات اللي كانوا فيها صادق وعثمان، انا برضو القى نفسي يعني عندي رغبه اتكلم فيها شويه، بدون انه انا برضو المساهمه بتاعتك دي اغدر يعني ما انت خديت فيها البعد التقني والمهندس بتاع المهندس يعني، لكن الجانب الانساني طبعا ضخم جدا جدا، وفي كمحطه في يعني مش يعني جبت طول القطر وكده وبتاع الخطوط، لكن كمحطه كم ال 44 دي هم يعني فقر، لكن دي ناس فعلا من جميع انحاء السودان وسطهم ثقافات ونمو السودان، يعني واحده من الوحدات اللي كانت بتشكل انه في بنيه يعني بيتكون فيها السودان، ممكن واحدة منها يكون السكة هذه، ممكن يكون الكورة، الفرق بتاعت الكورة، ممكن يعني هي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتجسد الأسرة دي. ديفنتلي الناس قالوا حاجات، لكن كان المفروض يعني قطار اللي مع عثمان قال قطار الرب يقول إنه دي قصيدة بتاعت محمد إبراهيم كده كده كده. في اغاني يعني زي ابراهيم عوض قال القطار يتحرك شوي شوي ما يكشف، والله القطار المره بتاع عثمان الشفيع وكده يعني ايوه في الانديه الرياضيه طبعا والانديه الفنيه وفي فنانين يعني في عبر وفي بوسطان وفي المدن الثانيه الصغيره، فانا يعني اعذر طبعا اشكر الشديد اشكر الاستاذ هاشم واعذر انه الجزء التقني كان يعني اي من هذا الشيء. اول حاجه عايز اتكلم، عندي كومنت بعدك عندي سؤال، بس معلش الوقت اضغطيهم شديد اي حاجه يعني. ضغطوا شديد تضغط. طيب الكومنت هي اول حاجه، السؤال سالته مهم جدا اللي هو حق انه ليه سكه حديد اتدهورت، ونحن نبدا من هنا عشان نقدر نعرف الفيوتشر ليه قدام. فانا بالنسبه لي دي كانت ملاحظه يعني very personal، ما يعني ما حاجة study ولا أي حاجة، لكن بفتكر إنه السكة حديد حصل لها إحلال بالشوارع كويس، يعني الشوارع اللي اتبنت كمية يعني ثورة الشوارع، يعني ثورة الإنغاس هي ثورة الشوارع، لأنه بنت كمية من الشوارع، بنت كمية من الطرق. طيب الشوارع والطرق دي أول حاجة، النقطة الأولى إحنا أنا لاحظتها إنه هي الشوارع دي تكلفتها ممكن تكون أكثر، لكن البنفيتس بتاعتها مقارنه البنفيتس اللي بتجي من السكه حديد هي اكبر كويس، والبنفيتس بتاعت الشوارع دي الليله المشاركين فيها يعني ناس كثير، يعني في تفاصيل كثيره، في ناس بصات كويس، في ناس رسوم عبور الليله الشارع بيكون فيه 1,000,000 محطه الليله دي رسوم عبور، هنا بتجيب هنا بتجيب هناك، الشاحنه بتكون ماشيه في الشارع دي بوقفوها 500,000 مرة وشيلوا منها الرسوم. الرسوم دي بتدفع وين؟ الرسوم دي بتدفع للموظفين اللي بيكونوا قاعدين في العبور دي. ايوه الحكومه ما قاعد تعمل لهم يعني ما بتدي لهم الرواتب بتاعتهم، معلش دقيقه بس، الحكومه ما قاعد تديهم الرواتب بتاعتهم، الرواتب بتجي من رسوم العبور كويس؟ في شركات البناء، في كمية من شركات البناء، في كمية من في التمويل، تضخم الميزانية بده بيضخموا ميزانية الشوارع، بده بيطالبوا بتمويل كبير جدا كويس، الشركات المنفذة يعني في تفاصيل كثيرة، عشان كده
الشارع عمل إحلال القطر من الصعب إنه تكون، يعني أول حاجة قطاع عام، يعني القطر لا يمكن يدار بالقطاعات الخاصة، دي أصلا حاجة مستحيلة. كويس، القطاع العام هو اللي بيكون دائما مو افيشنت للقطار. أنا بفتكر يعني دي ملاحظة، يعني أنا ما عندي هنا يعني. السؤال أوكي، إحنا انتهينا من إنه أنا أفتكر إنه السؤال المهم هنا ده إنه هل في ماستر بلان، هل أوريدي في ماستر بلان، وإذا في ماستر بلان ممكن يكون في، هل ممكن تدينا الهايلايتس بتاعت الماستر بلان دي؟ الحقيقة الكلام بتاع الأستاذ هاشم مهم جدا، وأمس نحن كنا بنتكلم عن إنه أي واحد سوداني لابد إنه يسجل ويوثق كل شيء في مجاله. يعني في عدد من الأخوة أنا بعرف موجودين هنا وموجودين هنا سجلوا كل شيء للأجيال القادمة وللمستقبل، لأنه الناس دي في أي لحظة من اللحظات يفوتوا إن شاء الله قريب. طيب نكون جاهزين يعني عشان ما تلفت. بالنسبة للسكة حديث حقيقة معلومات جميلة جدا جدا ووافية، لكن أنا أحب أقول حاجة، إنه السكة حديث دي بدأت بالسودانيين الأوائل اللي هم أبناء الأمير يعقوب أخو الخليفة عبد الله التعايشي. أبناء الأمير يعقوب دين، وأنا قعدت معهم وتكلمت معهم وقبضوهم بعد معركة كرري والبان جديد اللي هم بيكراد، أخذوهم أسرى إلى مصر، دخلوهم مدارس فنية، فحكى لي منهم يعني قعدت معاهم أنا وحكى لي، قال لي شايلينهم في الجمال، هم أولاد صغار والعسكر المصري ياكل فول ويرمي الفولاية والواد يحاول يمسكها. المهم ودوهم مصر ودخلوهم مدارس فنية، فرجعوا كلهم اشتغلوا في الحلفة في السكة حديد، كلهم كانوا المهنيين كلهم، لو واحد يعرف ناس عطفر ديل يعرف ناس، كلهم آخرهم اسمه الأمير يعقوب. ده بالنسبة للسكة حديد في بداية السكة حديد، هم المؤسسين السكة حديد هذا الأمير يعقوب. الحاجة الثانية بقولها أتكلم عن موضوع سواكن وبربر، وقال إنه اختاروا بور السودان ميناء على عكس إنه كان مفروض يختار سواكن، وقال في إنه في يعني وجهة نظر سياسية ووجهة نظر فنية. وجهة النظر السياسية دي أفتكر في المقولة بتاعت البروفيسور عبد الرحيم سالمي لو كان موجود، حاجة اسمها انتزاع الكهرمان. انتزاع الكهرمان الإنجليز لما جو قصدوا بربر وسواكن، بينما إنه كان بربر وسواكن دي الطريق بينهم خط، يعني معروف الخط التجاري، وده الفراش عنده القصيدة بتاعته بتاعت من بربر مرقنا على العديلة تبارك الخطوة يا فارق النتيلة، قصيدة مشهورة. لكن لأنه بربر محمد الخير الأمير محمد الخير كان لعب له دور أساسي في هزيمة الإنجليز وقطع الخطوط بتاع السكة الحديد وانتصرت المهدية. وسواكن حاولوا الإنجليز يدخلوا خط السكة الحديد، للآن موجودة السكراب بتاع السكة الحديد، فما عايزين يتذكروا دي انتزاع الكهرمان. قاموا بدل بربر العاصمة عملوها أتبرة. أتبرة دي بالمناسبة الكلمة الصحيحة أتبرة اللي هي أتبهر بلغة البيجة معناها بحر اللبن. بالمناسبة قبل ما يجوا العرب دي يدخل السودان أي المسميات كانت موجودة، جبال كل يعني الأسماء دي كلها مسميات نوبية قديمة أو مسميات، لكن جوا العرب مثلا كلمة أتمور، أتمور باللغة البيجاوية معناها الصحراء، الناس حسا قلبوها عدمور، لكن لو رجعنا الأسماء لحقيقتها بنلقى عندها معنى. طيب بالنسبة للسواكن دي، أتذكر أن إحنا كنا بنسافر بالقطر من بورسودان لسواكن ونشيل زوادة معانا ويودعونا وناس يستقبلونا، المهم قصة طويلة جدا جدا. لكن لو أنا فكرت مثلا رجعت للتاريخ سنة 1865 الخديوي محمد علي باشا أول زول جاب عدو اشترى سواكن من السلطان العثماني، لأنه كانوا العرب من برا بيجوا يقول لنا إحنا بندفع الضرائب في سواكن، فقام اشتراها. سواكن البلد المدينة الوحيدة في السودان التي لم ترفع العلم البريطاني. يعني نحن شاهدين استذكر لما كنا نمشي رحلات لسواكن في الزابطية بتاعتهم هنا مركز البوليس بس علم واحد بتاعهم. فلذلك لا يمكن بريطانيا تبني ميناء في بلد بتاع دولة تانية اللي هي بتاعة المصريين. ما أطول عليكم عندي كلام كثير. شكرا جزيلا. تشكيل مدام مختلف، أنا يعني ما غير أكون ما دقيقة، لكن أنا مثلا أبوي عامل في السكة حديد واشتغل في السكة حديد من
ولا في الدريس. ابوي بيقول المحطات من الخرطوم لحد ما يصل الكريمه، ومن الخرطوم لحد ما يصل حلفه، ومن الخرطوم لحد ما يصل الخطوط الشرقيه، بيقولها واحد واحد بالاسم، واحنا كنا حافظينها لما كنا صغار، كنا بنقولها معاهم. بنمشي كده في الجهه. الحاجه اللي انا يعني قاعده اقولها، مثلا ابوي زول عامل وما قرا مدارس وما كده، لكن ثقافته مختلفه من ثقافه مثلا اخوان اللي هم عمامي اللي هم سينتهوا، لانهم هم صار سنه يعني. يعني ده الفريق، انا بفتكر انه الفريق ده عملت السكه حديد. يمكن وانا صغيره ما بكون قادر اقول الكلام ده، لكن لما جينا الجامعه مثلا، اي زول جاي من عطبره، اي زول جاي من عطبره نحن نعتبره ده ثوري يعني. انت من عطبره كذا يعني، ده زول ثوري. فهمت يعني شنو بعد ذاك، انه انا بتزول عامل في السكه حديد دي كانت حاجة يعني شكلت بناء حاجة مختلفة، وأنا فخورة بها جداً جداً. دار أقول حاجة ثانية؟ الزمن استثناء برضو من الحاجات يعني الاستطراد الأدبي ده، يعني أنا عمي برضو بيقول شعر، فعنده قصيدة هو ماشي البلد، عشان هو مع أنه متزوج وساكن في الجزيرة، لكن ماشي البلد، ماشي الشمالية اللي إحنا رباطات، ماشي لحبيبته هناك. فهو ركب القطر بعيد المحطات، اما ناظر بحر تاب لطباب برا بعدين شنو بيقولهم كلهم في الميجا، ما بقيك لو اشركم ساري بانك في العجاج والقوس بيفوت لما يصل، بقوم بعدك بقول القطر اتكسر خلاص هو حيقعد. بعدك بيقعد شهر كده وبحين ثاني لزوجته لاولاده وجاي راجع عشان يبرر ذاك، بقوم يقول الديزل جابوه باسبيرو ودول ورشة صلحوا سيرو، ابو المحجوب ضروري يشيله عشان تخلي بوائي. بس في سؤال واحد افتكر، المحطات تحت سكه حديد هي 365 محطه، تكون حافظاهم السكه. اي بالنسبه للسكه حديد، هي طبعا انسان السكه حديد، انا تكلمت عنه حقيقه، سيد احمد كان حافظ، تكلمت عن الجانب الرياضي وجبت اللاعبين والحكام وطلعت الهضبة، تكلمت عن الجانب الفني وجبت الفنانين كلهم من ابو داود لغايه البيعي وعبد الله زمان مراسله كان في السكه حديده جدا. السؤال بتاع السدي هو المهم، انه اتدهورت ليه والاسباب شنو كذا وبتاع، هي كان مقصوده. ايوه اسباب سياسيه واقتصاديه. سياسيه بدت من ايام نميري، هو عاود مما يعني النقابات بتسقط الحكومات، عشان كده النقابات ينتهي، النقابات متركزه في عطبه، لازم عطبه تتكسر، فقام الف الحكايه بتاعت الاقاليم وانه الناس لازم يتوزعوا، لدرجه انه عملوها بغباء، خلانا نحن اذا السكه حيد تستقيل يوم ما، لما جاء خالد حسن عباس قال الناس رحل التشيف ميكانيكا انجينير اللي هو في الدرجه الاولى ومساعدينه، قال يودوه مهندس لقسم بابانوسه اللي هو في بي، يعني ذات قصه بتعمل بغباء كده، يعني لا في مراعاه للهي ابو سلام صالح واسماعيل قال له تمشي بابانوسه عظيم، هاي قال لهم لا بابانوسه والله ولا بابانوسه، المهم بابا كوستا. ف يعني الناس قاموا استغالوا يعني، لانه ده كلام صحيح، فهو قصده ما قصده يطور السكه حديد ولا يعمل اقاليم، الاقاليم اتعملت بطريقه سيئه وفشلت ولانها اصلا بدات ميته. يبقى في السبب السياسي، السياسي استمر لغاية 89 أيضا، ده التدهور الحقيقي اللي حصل يعني، يبين هو ده هو كسر لكن ما كمله، كملوا الجماعة جو بعد 89 استمروا في العملية دي بطريقة جديدة كمان لسببين، السبب السياسي اللي هو زي نفس السبب بتاع نمير، لأنه النقابات السكة حديد دي في أي حتة في أي مدينة في كان كسروها في عطبة بيلقوها في بابانوسة، فلازم تتكسر، عشان تتكسر لازم سكة حديد لازم تتلغي ولا تتمسح من الوجود. لكن السبب الثاني الاهم بالنسبه لهم كناس بتاع يعني قروش وكذا، وهم معظمهم العضويه بتاعت اصحاب شاحنات عاوزين يشغلوها على الطريق، عشان كذا لازم يستبدلوا السكة حديد بالشاحنات. وانا قبل قلت التكلفه بتاع الطريق ما اكثر من السكة حديد، نص السكة حديد نص التكلفه بتاع الطريق. الشتاء السكة حديد عندها ميزات كثيرة جدا جدا،
انه هي يعني بتعمل المشاهدات حتى من ميزانيتها الخضه والقدره بتاع الشاحنات دي ما بيدوا الطريق ولا حتى يا دوبك هسه مؤخرا ظهرت حكايه الرود تول دي ضريبه الطرق دي هي اساسا كان المفروض تكون مع اي طريق هي تتخطى للصيانه بتاعت الطريق وبعدين لابد ان تعمل تشييد طريق لازم يخد معه ميزانيه يعني طريق المعونه ده قاعد هسه ليه؟ لانه الامريكان اول ما بنوه طوالي خدتوا معاه نسبه 20% للصيانه والناس اللي بيمشوا بدني بيشوفوا برامل الاسفلت والزلط والحجاب مخطوطه مخصوص كميات مخزنه على انقط لصيانه الخط الخط ظل يعني من 58 الخط عايش ومتطور يعني ده ليه؟ لانه اتخطى صيانه وغطت حكايه الرطل الرطل ما بتمشي للصيانه بتاع الطريق بتمشي للجيوب الجماعه بتاعت كل مديريه ولا كل ولايه بتمشي بها الميزانيه بتاعتها لانه ما بدهم ميزانيه ما عندهم قروش فلازم يفرضوا حاجات معينه زي ال 20 طريق اللي بتخطى على الشعب السوداني ده السبب السكه عديد هي طبعا ميزتها غير حكايه زي ما قلنا لا عجلات قطر ولا غونه ولا رياض ولا بتاع ولا هي رمز الوحده بتاعت الروت يعني كوبريلو ده لما اتكسر خلاص انفصل للجنوب عن الشمال كوبريكوت ده السودان كله ينفصل من بعضه فدي السكه حديد فيها كل القبائل احنا لما نمشي نصلح خط في الزيت بيكون في كميه من القبائل يعني بعد ما ينتهوا من تصليح الخط في المسا تسمع حاجات عجيبه جدا ثقافه السودان كلها تلقاها في اغاني النوبه والصراع بتاعنا الجماعه الحلفاوي من هناك الاربعطاب عندهم الكلام بتاعهم اخواننا في الشرق كميه لانه بيتجولوا ما لنا بيتجولوا على المحطات المختلفه انت ممكن اشتغلت بعضهم اشتغلت كل الاجسام بتلاقي كل العاملين بتاع السكه حديد وبتتشبع بكل الثقافات بتاعته دي يعني عشان كده بنقول ثقافه وفن ورياضه وكده وبتاع وفوق ده كمان سياسه والسياسه يعني هي عمل نقابي لمصلحه البلد السكه حديد تطوير ومصلحه العاملين تحسين احواله ما اكثر من كده لكن ما بيستحملوا الحاجات دي تقريبا رد على الاتصال عزب طيب وانا برضو من ابناء السكه الحديد انت ابوك عامل ابوي برضو عامل اول مدير للسكه الحديد طبعا هاشم تكلم بإسهاب عن كل السكه الحديد لكنه افتكر في حاجتين ثلاثه ما ذكروا اللي هي انه تكلم عن مثلا من السواكن لكن من بور السودان الحسه حكومه السودان باعتها الى راس قطر دي كانت سكة حديد 100% مدير المينا يكون في الإدارة الدور جوب دي في الأخير يبقى مدير الإدارة في السكة حديد كلها مهندس المينا هاربر انجينير اللي يأخذ الجوب دي يبقى باش مهندس السكة حديد بعد السكة حديد عندها بوسطة قدرات الركاب في يعني مركب مخصوص عشان تدخل الناس الطرود وحتى تصرف الحوالات بعدين الناس ديل تكلم عثمان عن ربطهم بالسودان ديل الناس سنة 24 كانوا في جزء كبير منهم أعضاء لجنة اللواء الأبيض هم اللي بيقولوا رسائل للناس من الخرطوم للأقاليم بعدين السكة حديد أنجبت ناس تكلمت أنتوا عن القادة اليساريين ياسر وشفيع وغيره لكن في ناس ما بتعرفون بدوا حياتهم في السكه حديد مهندسين انتوا عارفين العالم العلامه محمد طه كان مهندس في السكه حديد نغني وزاد تعرفوا محمد عامر بشير فوراوي كان من قاده الحركه الوطنيه وراجل صحفي عظيم جدا كان مهندس في السكه حديد مبارك زروق كان في السكه حديد يحيى الفضل كان في السكة حديد خليفة عباس كبار السفراء كان في السكة حديد محمود أبو بكر الشاعر محمود عبد الله قلندر مهندس في السكة حديد ما بقى مدير
الصوم غير أول عدد بيمودي. أحمد عبد الله قرن ده لما جاوا إنجلترا كان أول امتحان الزمالة كل زمالة المهندسين الملكية كان أول الدفعة. هو جاي من أفريقيا الإنجليز أول الدفعة كان. بس كحديث عندي بتناس ممتازين جدا جدا بس أنا حكاية النقل والحياة دي ما بعرفها لكن كمشاهد كإبن زول من سكة حديد لاحظت الحياة دي وقلت يمكن أخونا هاشم مدى اعتبار كبير مثلا أيوة نصر الدين مصطفى كان مهندس سكة حديد بقوا في الآخر للأسف الشديد مع ناس النير بقوا دير التخطيط ونسوه ونسوه فورس يعني في حاجات كويسة كثيرة جدا جدا والمستقبل الله العليم يا أولادي. سنة 70 في الفترة الخمسية كان عملوها بداية مايو كان عملوها الخبراء الروس وسماها خطة التنمية خمس سنين كان فيها حيز كبير للسكة حديد كان الاقتراح الأساسي بتاع السكة حديد إنه ما يدعم الخطين يعني الناس to increase the efficiency بتاع السكة حديد الخط الواحد إذا في قروش زيادة الناس تزيد الخطوط طويلة يدربوا العاملين من العمال لحد المهندسين يرفع الكفاءات بتاعتهم طبعا جت بعد طوارئ اللي حصلت 71 قام جاب المنكب الدولي عمل خطة جديدة سموها الخطة العشرية افتكر مشهورة من أول حاجة عملوها نعملوا الطرق سكة حديد يعني ما تمشي في الخطة بتاعت التنمية بتاعت اللي هي دي نفس الفكرة بتاعت الأمريكان زادوا إنه فسروا السكة حديد بتاعتهم عن طريق اللوبي بتاع شركات بتاعت العربات جو أوباما دفع 8 سنين حط خطة على أساس إنه يعيد ثاني من جديد ولمدة 20 سنة يعيدوا التطوير بتاعه بتكلفة بتاعت 100 في اليوم دولار لكن الهم الأساسي بتاعهم كان هم دارين الإندستري بتاعتهم دي بتمشي لازم يعملوا طوب لازم يعملوا عشان الناس يشتروا عربة فبدأت السكة حديد هناك الآكل هنا وقت السكة حديد البنك الدولي أي حتة في الشرقية أول حاجة عملها وبيمشي للطرق وبكسر السكة حديد كباري بيتحد ما كانت ما موجودة لحد الحسة دي سؤالي لهاشم في الخطوط الصينية أو الاقتراحات الصينية بتاع الجديدة دي الخطوط الاقتراح بتاع الخطوط الصينية إذا كانت بقطارات جديدة ما تكحب عندهم قرض ب 500 مليون دولار وحسة دي في قطارات قاعدة ببرشلونة ما استلموها لحد حسة دي لأنه ما جاي بالمواصفات فما عارف درايهم فيها شو ناحية المسرح افتكر في مسلسل جنات اسمه قطار وما شاف المحطات جنات خبر شيء عن سكة حديد لأنه أنا بتذكر يعني أخواتي كانوا من يعني رائدات التعليم فكانوا مسافروا كثير يعني الزمن ذاك المعلمات بيرقلوهم كده فأنا كنت طفل المرحلة الأولية يعني مركب القطر كده بتنقل في القمر بالدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى بنخش التواليت وكده حاجة راقية جدا يعني يعني حتى محطة الخرطوم وبحر دي كانت حاجة ممتازة الكلام ده في الستينات يعني 61 62 وكده حتى بيقول سكة حديد في الخرطوم واللي كان عنده علاقات واسعة جدا مع سكة حديد فكانت برضه حاجة ممتازة جدا جدا وراقية جدا السكة حديدة الساعة وش المحطات بقت خرابات يعني لو تشوف المحطة بتاعت الخرطوم كده و يعني انا افتكر انه السكة حديدة هي ما عايزة اعادة تأهيل يعني عايزة البداية من الصفر لانه حتى ساعة القضبان والفلنكات دي زادة ما مواكبة التقنية بتاعت القطارات الحديثة فما في حاجة يعني زي سودانير يعني دايرة بداية من الصفر يعني فما ما ما بعرف يعني ما عارف تقدر انت رقم 4 مليون يورو كده هل بتعتقد انه 4 مليار مش كده؟ هل انت بتعتقد ده فعلا الرقم يعني كافي يعني عشان يعني يعيد بناء سكه حديد في بلد يعني مترامي الاطراف وكده زي السودان يعني؟
تأهيلها بأهيلها. سفير سابق الأخ هاشم صديق قديم وزير الدراسات لازم أشيد بالجهد الكبير جدا جدا والدراسة المتعمقة ومفصلة وملاحظة أولية إنه بنت العزة هنا سألت سؤال كويت ريليفنت يعني تصور إنه هاشم يربط التدهور ده بالعصور المتعاقبة في البلد وكل عهد حصل فيه يعني زي ما تفضلت في إجابتك المنهجية بدون إضافات كثيرة. فالنقطة الأساسية إنه من العرض الكبير اللي قدمه هاشم السكة حديد كانت منظومة متكاملة زي ما هو شرحها وقائمة وبتأدي خدمات كبيرة جدا جدا. وإلى الآن السكة حديد كوسيلة مواصلات يعني مختلفة زي ما ذكر هاشم سواء كانت نقل البضائع إذا كانت نقل الركاب إذا كانت تواصل اجتماعي إذا كانت تواصل ثقافي هي رخيصة من ناحية التكلفة يعني. فأنت كيف عندك حاجة أساسا قائمة وتجد كثيرة تقول لأنه مثلا في حاجة ثانية أسرع منها أو غيرها. وده أنا بفتكر إنه هاشم ممكن إذا أتيحت لك تعمل نوع من الإكزيكتيف سمري للكتاب تذكر فيه التركيز على الأشياء دي اللي أنا ذكرتها. في نقطة لو سمحت لي دقيقة زيادة في اتفاقية السلام بتاعة 2005 CPA قبلها كانت في دراسة يسموها Joint Assessment Mission بتعمل United Nations لكل دولة فيها Civil Strife. في الجام دي عمل التقرير مفصل قدم للمؤتمر بتاع أوسلو وفي 8 كلاسترز من ضمن الثمانية كلاسترز الأساسية دي في الفترة الانتقالية بين 2005 و 2011 موضوع الترانسبورت كواحدة من الثمانية كلاسترز. الترانسبورت بتوضح الوضع القائم الوضع المنتظر من 2005 إلى 2011 وتقارير ومشروعات كوستد وتايم فريم ومين الجهة بتتكفل بتنفيذها وتقدم تقريب كل 6 شهور في الحكاية دي. لسوء الحظ دعي للنقطة الأساسية بتاعتي إنه العملية بتاعت الريهابيليتيشن هاشم أنت تقول إذا كنت لا لكن هل عندنا نحن سواء كان النظام ده ولا غيره ولا جاي ولا هل عندنا الإرادة والرغبة في إنه نعمل الأشياء دي؟ أرجع لكلام أخونا عثمان النصيري إنه التغيير البنيوي أساسي في الحكاية دي otherwise حتكون جزء من literature guide لكن there is always a hope بالنسبة للمستقبل يعني. ومرة ثانية هاشم ده شغل عظيم جدا جدا وأنا سعيد إنه عابر في لندن أحضر المناسبة. شكرا جزيلا. أنا محظوظ إنه أقرأ الكتاب ويعني والمعلومات والفكرة والحب واضح للسكة حديد وللسودان والشغل كبير جدا يعني. بتمنى إنه أشوف الكتاب في طبعات تانية في نقاط كثيرة يعني يكون متوسع فيها وفي بعض الحاجات البسيطة المفروض تكون يعني صلحت. لكن أنا عندي سؤالين. السؤال الأول متعلق ب تأهيل السكة حديد. أنت قلت إنه مسألة تأهيل السكة حديد والتكلفة تقريبا زي 5 مليار. بس في الكتاب أنت أشرت للمساحة إنه البعد 3.64 حاجة كده من هنا تو ديفرنت ستاندرز. والشيء فهمته إنه الشيء اللي إحنا عندنا في السودان ما هو الستاندرد العالمي في معظم الحياة الموجودة. فكيف يتم تأهيل إذا كان في مشكلة أساسية في الخط ذاته في حد ذاته؟ وهل التكلفة حتكون أقل إذا قمنا بدينا خطوط جديدة في نفس الحتة ولا المسألة دي تمشي؟ دي الحتة الأولى. الحتة الثانية سؤال ثاني بسيط. اتكلمت في الكتاب عن إنه سكة حديد كانت يعني دولة في دولة وكانت مسيطرة على جهات يعني النقل البحري الحياة الموجودة كلها. النقل البحري بالذات في السودان من الحياة يعني ما أخذت اهتمام كافي لأنه السكة حديد في ناس كتار جدا عندهم ارتباط عاطفي قوي جدا بالسكة حديد
كلنا يعني احنا نتذكر احنا انه كنا اطفال يكون في سكه حديد والتسريح وتمشي ما عارف والخدمات الممتازه والاشعار والحياه دي كلها. لكن النقل البحري دوله السودان باعتبار انه الجزء ما بينفصل من السكه حديد كان وربما في المستقبل، فهل انه ممكن يكون في خطه بديله او دراسه متكامله عن الخط البحري في كل السودان باحصاءات وبدراسات وببدائل، وممكن يكون بديل حقيقي وحل مشكله المواصلات بتكلفه اقل مقارنه بالسكه حديد الطرق؟ شكرا. برضو بشكرك يعني على الاضافات اللي عملتها، وحقيقه في لسته بتاع كل المدراء السابقين والادارات المختلفه الافراد اللي كانوا مدراء ليها وكذا بيكون في جزء بتاع الملحقات يعني. ف السكه حديد طبعا يعني زي ما قال بكو دوله داخل دوله فيها يعني فيها كل شيء يعني فيها كل الناس السودان وفيها كل الاحتياجات بتاعت السودان. يعني مخازن السكه حديد دي مثلا دي فيها اي شيء من الدبوس، يعني من المبالغات انه فيها الحفاضات بتاعت الاطفال دي وكده موجوده، الفايات كانوا بيستعملوها وبتاع. في القصه لما كان تابع المرتبط كان فيها كميه من المينيشيا بتاعت كده، لما انفصلت المرتبات دي مصطفى جيش قال شيلوها ما دام سقف السكه حديد شيلوها، المخازن بتاعت الاقناء مليئه بالمشروبات من مختلف الانواع يعني، ففيها اي شيء احتياجات للعمل وللبشر ولاي شيء. الاخ عزيز سؤاله بتاع ال 500 مليون دولار والتكلفه بتاعت، وهل ممكن يكون في خط، في كلام عن خط موازي وكده. طبعا احنا ضد المسائل يعني، اي زول في سكه حديد لو قلت له الكلام ده حيضحك. كيف انا اول حاجه اجيب لي خط؟ اول حاجه كان هو الخط الموازي ده كان خطه من كان من سنار لكسر عن طريق كسر يعني حياطه كسر لانه كان شارع يتقلع، فالصينيين جايين يسووا لهم حقهم مرهم خط وبالبعد القياس يعني 4 قدم 8.5 ونص، وحيقوموا يجيبوا قضبان صينيه وابورات صينيه بالارض بتاعها، وعمال طبعا زي حكايه مصنع الفلكه ما حيجيبوا عمال صينيين ولا بتاع. المساله تبقى انت لا خدمت السكه حديد ولا خدمت الناس بتاعنا، وده معناته انه لو نحن وافقنا على الحكايه دي في خط بيجاي وخط بيجاي، معناته المخازن بتاعتنا يكون فيها سبيرات للوابورات الصينيه والصينيين واللبس الصيني ذاته، وبيجاي لوابوراتنا نحن اللي هي احنا عملنا لها ستاندرزيشن في 3 وابورات بس، واللي تكون ستاندرد لوكوموس. فيبقى المساله دي خطر. قاموا هو لما سمعوا الكلام ده وعرفوا انه المساله دي خطيره قاموا قالوا لا يكون خط موازي، بدل يقولوا نعمر الخط تاع خرطوم والسودان وده كان يكون اوجه، قالوا لا اعملوا خط موازي له، تعمل خط بدلا يعني زي حكايه الطرق اللي يعملوها موازيه للسكه حديد. يعني ما في معنى انت اعمل فيدر رودز من مناطق الانتاج لمحطه تاع السكه حديد، لو عايز تعمل طرق يعني وده الطرق تكون مفيده ومكمله للسكه حديد، لكن تعمل لك خط طريق موازي اسفل وتعمل خط سكة حديد موازي، دي بقت 3 حاجات 3 مواصلات لحتة واحدة وبتكلفة عالية وما عندها معنى يعني. هسه هم طبعا اتجهوا نحو الغرب، ففي اقتراح بأنه افتكر يمدوا خط اللي هو عنده موجود فينا في الخطة، طبعا مصر ما في شيء هم اقترحوا ما موجود عندنا في الخطة، الماستر بلان بتاع السكة حديد اللي هي فيها امتدادات خطوط شبكة زي بتاعت الصياد على كل السودان، فيها الخط للغرب فيها 3 خطوط بتربط الدول المجاورة، وكل الناس نيالة كازانين جيما بتكلم عنها هسه الجماعة بتاعنا الطريقة بتاع الحاج الجماعة دي. الحتة دي يمكن الواحد لو انت عاوز تحول للعرض القياسي ما في مانع نوافق عليها، ما دام بس على شرط يبدوها من نهاية الخط الضيق لقدام على اساس ان احنا في المستقبل كل الخطوط دي نغيرها لوسع العريض، وعشان تعمل خط عريض من المبيض للحدود بتاعت تشاد يعني انت مستفيد من العمال بتاع السكه حديد والخط بتاع السكه حديد والوابات بتاع السكه حديد القائمه، هي ذاتها تشيل المعدات، هي ذاتها تشيل الناس كده، وتبتدي يعني تنشئ متر متر لحد ما تصل تشاد، لكن ما تقلع عندك ده. فدينا فانا حقيقه نحن في الخطه في السيناريوهات الخاطئه قلت الناس ممكن
يعني ثلاثة كده بسيطة بوصة يلعب الوحدة العريض، والتكلفة بتاعت كل واحد معروفة. لكن أنا بحذر من حكاية أن الناس ما يجروا طوالي للخط العريض للتكلفة المالية العالية، ولأنه عندهم حاجة أولاد ريهابيتيشن يكون أحسن، حتى لو عايزين الخط العريض يكون في أساس يبنوا عليه يعني. فأنا ما موافق على حكاية الصينيين دي إطلاقا، والخط المؤدي كويس. وبعدين طبعا هو يعني هم طبعا الكبائر ذات اهملوا عشان ما يكون في خط سكه يعني حسب الكبائر دي والسوء. لو عاوز هم اي القصه بتاع صيانتها، فلو جبت ابورات عريضه عاوز تعرض الكبائر، عاوز تغير اي حاجه. فدي دي الاشكال. الشريف ايوه كلامه سليم 100% يعني. هو خطوب دي طبعا احنا عندنا كام موديل قبل ما يكسر يوسف عبد الفتاح ويفتحوا البتاع الشارع الخاص، وده جزء من تكسير السكه الحديديه يعني. اتكسر محطه الخطوم والمخازن بتاعت المحطه الغربيه بتاعت البضاعه ومحطه الخطوم بتاعت الركاب، كسروها كلها حتى المنازل بتاعت البانيه سكه حديد بقروشه، والوطني بتاع ملك السكه الحديد صح هي بتاعت الدوله، لكن اساسا ملكيه السكه الحديد بتصديق. والبيوت بنيناها من ميزانيه السكه الحديد، وجديده فيها بيوت جديده جدا جدا بتاعت الاداره والمهندسين وكده بتاع ورا المحطه. فاحنا عندنا موديل بدل يوسف عبد الفتاح يكسر في موديل موجود في عظمه من سنه 1100 من سميري، وكل ما يذكر محطه الخطوم والجونجسن الحاصل. ونحن عندنا اقتراح لفك الضائقه بتاعت الحركه في الحته دي المكنبر وشارع العصر وكده بتاع، اقترحنا لها في السكه حديد فلاي اوفرز كويس، بالاضافه لي القصه بتاعت المحطه موديل من 5 طوابق موجود للاسف في عبره، عملوا له المهندسين المعماريين في عمان ومعاهم واحد هندي، واتخذت التكلفه بتاعته كان الوقت ده 5 مليون جنيه سوداني. الكلام ده سنه 71. كل ما تحصل الناس يقولوا يا اخوانا جيبوا الموديل، نودي الموديل نشرحه للناس وكده وبتاع. لما جه يوسف قسم المحطه كلها الموديل هو القصد منه الشارع الغاص يكون فاتح، العربات تمشي بتحت، السكه حيت بتحت والعربات تمشي من فوق وما في حركه بتحس بالثانيه. يعني انت بتعرف في عربات فوق ولا سكه حديد تحت. وفي بقيه الطوابق هي عباره عن متاحف واستراحات ومكاتب وكريشن ايز للركاب لما يكونوا قاعدين حاسين قطر ولا كده. يعني مسوى بالمحطات الحديثه دي يعني. فدي دي ضاعت ساكت يعني ستيل ديمو يعني يكون قايم. لو انت عاوز تعمل سكه حديد مطوله برضه لابد في الحته دي بتاعت الركاب توفير. عمر الشيخ نشكرك يعني على التقرير بتاع الجام. حقيقه انا ما تحصلت على التقرير لكن تحصلت على المعلومات يعني النسخه الاثناء ما لقيت نسخه اخذت منها معلومات ما بتاعتي يعني. فبس لاحظت انه في التهميش يعني حد، والتهميش اصابت ناس الجام ذاته. والخطا بتاعنا احنا الناس بتاعنا السودانيين المشوا للجوينت اسيسن ميشن دي ما يعني اهملوا السكه حديد، عشان كده نصيب السكه حديد طلع زيرو، ما في حاجه السكه حديد. والجنوب طبعا هو مقصود برضه بالتعمير، جزء منه الطرق والنقل النهري شويه، سكه حديد ما ادوها حاجه للجنوب، قالوا تعمير حكومه السودان. يعني الناس جايبين اعانه لينا يهملوا الحته اساسا جايبين لنا، ما في زول يعني بينكر حميه السكه حديد بالنسبه لناس الجام وكده. فبلوم نفسنا يعني احنا في الحته دي. لكن يكون كويس لو ارسلت لي الكوبي دي عشان نتعمق فيها اكثر وكده. في التاهيل بكو اي الكلام بتاعك اظن انك انا جاوبت عليه، انت كنت اتلخبطت في بتاع 3 و6 و4 و8 دي. فعلا احنا خاطين العرض الجديد خاطين خطه بتكلفه، قلنا لو عملنا كده وكده 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 بتاع دي بتغطي التكلفه بتاعت الاربع مليار الجادي بيز على انه خط حديث تظليط وهو الى اخره، وممكن يكون خط عريض، لكن احنا قلنا يستحسن نستقر على الوضع الحالي على اساس انه هو يكفي في الوقت الحالي ويكفي لخطوط حديثه. وانت محتاج لاي مليين، فلو عندك قروش تصرفها في الحته دي، ويعني ما في داعي المبلغ يعني التكلفه العاليه دي ما في داعي انت تخش فيها
يعني الا اذا كنت مضطر. يعني احنا ما ضد انه مستقبلا، فلو انت بقيت مضطر وتعمل التكلفه العاليه تكون زي ما قلت قبل، تكون من خطوط الامتدادات الجديده، يعني من راس السكه من اخر، من نياله وانت ماشي، من واو وانت ماشي كده، يعني في الاطراف دي. وبالنسبه للدمازين واو بتاع تكون مثلا خطوط جديده، والخطوط القديمه تكون قائمه. اللي بيساعد في الحكايه دي ويزكيها ويخليها تكون مقبوله انه حس في شركات اخترعت وابورات، يعني مش وابورات لكن البوجي، البوجي بيقول نظام البوجي يمكن يتوسع، يعني يكون اربع قدم وثمانيه وسط، وممكن يمشي في البتاع القديم. اخونا احمد الرحمن طبعا شيف ميكانيك انجينير، يعني المساله دي يعني بتهمه جدا، وهو كانوا قايمين على عملتها. في ثاني حاجه جديده، بدل انه تجيب بواجي مثلا تقبل التطبيق والتوزيع كده عشان تتناسب مع العرضين، يعني ممكن تمشي في اي خط كل السودان لو كان بثلاثة قدر نظام. في نظام جديد حاجه اسمها نظام الثيرد رين، في الفلنكة الخطه دي بيكون في قضيب في النص زي هنا في الاندرجراوند، تلقى واحد بتاع الكهرباء ده، القضيب في النص ده بيكون مقاسه واحد ثلاثة قدر ستة بوصة، لو خش يخش في بتاع الخط العريض بيمشي في الاثنين الاساسيات، فده اسمه نظام السيد الليل، ده برضه حل. فده ما بوقف الناس يخليهم يلغوا الحاجه القديمه اللي عندهم عشان يمشوا للخط العريض، حلول موجوده يعني، ما حددوا يا دول احسن بالمناقشه، يجب ان يكون في مناقشه، ويجب تكون في دراسه. ويعني لازم يقعدوا كل العلماء بتاعنا السكه عديد وكل المتخصصين يقعدوا ويصلوا ليه، يعني دراسه الجدوى تصل لحد متفق عليه جميعا. وكون حاجة حقيقية فنية اقتصادية والله يا المسلم، لكن الكلام اللي جاء في الكتاب ده يعني ما يعني ممكن بعد ده تعمل دراسات زي ما قال الأخ هاشم، وتلموا الناس اللي عندهم خبرة، حتى مع كمان مكاتب من دول تانية عندهم موجود خبرة ومعرفة، إذا عمل دراسات تفصيلية لكيف تطور السكة الحديدية وكيف تبقى ترجع زي قديمة مهما كان إن شاء الله بعد 20 سنة، لكن المهم نفكر في أن من دلوقت نعمل دراسات، نشوف الجهات اللي ممكن تقدر تساعد برضه. كان البنك الدولي ما عارف يساعدنا ولا ما يساعدنا، المهم انه السكه الحديد دي عاوزه، هو لسه شغال عليه وده اظن ما فيها دول الا بسيطه جدا، خط على التراب ممكن ضيق دي ممكن تستحمل، العشاير ما حديثة، الفورات، الحاجات دي كلها عاوزة تتمسح وتتعمل حاجة جديدة، يعني عشان نبقى أقل شيء ماشيين مع العالم الثاني، ونقدر نطور ده كمان لقدام، يعني ناخذ المينيمم إنه نعمل خط سفلت مثلا عشاير معقولة، كمان حتى في الناحية بتاعت البابورات والصيانة والكنترول بتاع الصيانة وكله، يعني ناس يقعدوا يعملوا دراسات تكون ماشية مع بعض الدراسات، يعني ما تكون حاجة مختلفة من الثانية عشان تكون في تناسق تمشي كويس الحكاية. فأنا أفتكر يعني هاشم عمل مجهود كبير جدا، أنا كنت أفكر في انه لا تكون في حاجه زي دي اللي تبتدي الحكايه دي بدايه، يبقى الناس الثانيين ما يخلوا الحكايه دي تقف يفكروا فيها زياده، اجتماعات يلموا الناس اللي عندهم خبره زي ما قلت، يعملوا دراسات كويسه ويشوفوا مساعدات الدول الثانيه ويشوفوا يصلحوا السكه دي يخلوها تكون أقل حاجة ممكنة ماشية هسع في العالم، ما تكون متعد 50 سنة. ما أعرف هو جاب التفاؤل بتاع إنه by 2030 أعتقد
في 13 سنة هنقدر يعني نعيد بناء المزلن بمعزل عن الـ عن الـ عن الـ 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 النيو ليبراليزم. النظام العالمي الجديد ده هسه ماشي تجاه تفكيك كل الدول والمؤسسات التابعة بصورة مباشرة لإدارة الدولة. فطرح هاشم افتكر انه ما حيكون طرح واقعي ما لم نعالج المزلة في اطار تفكير ما يسمى بالعولمة والدخول في تفاصيل الدول. والسودان ذاته الى حد كبير اخر مرة ما افتكر انه قريب حتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادى السودان غرض باعتبار انه السودان ذاته هو ماشي لوين ما معروف. انا بفتكر بانه ده السؤال الاول. السؤال الثاني قال المزرعة بعد السكة حديد دائما بمويل القطاع بتكون تابعة للقطاع العام. وانا افتكر انه المزرعة دي ما سليمة في دول كثيرة جدا من ضمن الدولة العشرين اللي احنا فيها دي. خاصة في صراع ما بين الليبر في انه يقوموا يعني يصوتوا لارجاع او يرجعوا جزء من المزرعة بعد ادارة السكة حديد الى اخره. فانا افتكر انه السودان ما لم احنا نقعد حقيقة ونشوف ونربط المزرعة بتاعت عمر البشير ده تير صغير جدا بيأدي في دوره ويمكن حيأدي دور أكبر بفرتقة باقي السودان ده. أنا شايف أنا ما متفائل زي هاشم على حسب الواقع الموضوعي وتفصيلة تفكير العالم هسه في تفتيت الدول زي دولنا دي يعني كويس. بفتكر بأننا نحن حب نعيد تجربتنا التاريخية في تغذية إعادة الجبهة المعادلة للسلام. يا أخونا هاشم والشكر له على هذا العمل الكبير. أنتج لنا كتاب جميل وهو خطة كبيرة. حقيقة هاشم كتب كثير عن السكة حديد في كتابه الأول لو أنتم قريتوا كتابه الأول اللي هو حكى تجربته الشخصية. وأنا كنت سعيد جدا به. وهاشم بيعرف انه انا كل ما اقرا حاجه عن سكه حديد بضرب لي تليفون في اوكسفورد اقول له شوف الحكايه الفلانيه. لانه السكه حديد بالنسبه لنا ونحن تربينا من صغار انا شخصيا ركبت اي خط في السودان ما عدا خط بابروس يعني بابروس واو لانه بتقام في التمرد. لكن اي خط اخر سافرت عليه برضه النقل النهري من صغير يعني. فانا حزين جدا للحاصل في السودان لانه السكه حديد بتاعتنا وصلت للحاله اللي احنا فيها. كنا نفتخر بها وان شاء الله نفتخر بتاريخها لكن لازم نعيد. فهاشم شكرا جزيلا على الكلام على الكتاب. الشغل اللي قلته لنا هنا طبعا جزء كبير منه يحب يكون في بورد روم في قاعه بتاع الفنيين اجتماع يعني الندوه دي كويسه لكن عاوزه ناس يكونوا فعلا يناقشوا خطه. فيما عدا ذلك انا بقول السكه حديد كانت مؤسسه اجتماعيه تربويه نقل خدميه راقيه جدا جمعتنا كسودانيين. دائما الناس بيتذكروا انه اول ما القطر يقوم الناس بيركبوا درجه ثانيه غالبا اللي هي متوسطه درجه ثالثه يبتدوا يشاكلوا شنطتي ما شنطتك محليه ده ما محلك ما يمشي القطر ساعه ولا ساعه ونص الناس يتصالحوا ويتعارفوا تبدا معركه بعد عمر طوالي الخطه واكلوا وفطور وكذا. وانا الحكايه دي شفتها كثير جدا. واي زول زي ما انت قلتي عندك ابوك يلا يدي العافيه ولا الله يعافيك في سكه حديد. فاروق طبعا ابوه كان اول مدير لسكه حديد لما السودان يعني استودع الوظيفه وده كان اكبر مرتب على فكره في حكومه السودان اكبر مرتب من رئيس الوزراء ومن حتى راس الدوله اللي هو كان رئيس مجلس السياده. اكبر مرتب كان بياخذه مدير السكه حديد هو ومدير مشروع الجزيره. فاي زول عنده زول. انا برضه عندي عمي كان مدير كان كومساري واصبح ناظر محطه واشتغل في تندلتي ناظر محطه اظن احمد الضوي بيتذكره 12 سنه وبعد ما تقاعد بالمعاش السكه حديد ادوه وكاله لبيع التذاكر حقتهم في الابيض. السكه حديد مؤسسه وزي ما انتم قلتوا غنوا لها الناس وعادوا لها كده. ف
فدي حاجه جميله جدا لحد ما السودان بقى ممكن يودي خبراء في افريقيا، ودي تجربه انا اقول لك غير كانت اليمه. يمكن ما غلطت السكه حديد، غلطت سياستنا الخارجيه او الجهه، لانه لو تذكروا جا كاوندا وانا شخصيا شفته بالصدفه في عبا يناير 68، سكة حديد بتاع زامبيا الوقت ذاك كانت جزء من الخطة بتاع جنوب افريقيا ومسيطرة على جنوب افريقيا. طبعا جنوب افريقيا العنصرية عارفينها انتوا ابارسايد، فهو حاول يطلع من القصة دي وما عنده فنيين، ما عنده سواقين قطارات، ما عنده خراطين، ما عنده اي حاجة، عاين كده كده في افريقيا كلها ما لقى غير انه يجي السودان وجاء وفعلا اسهل يساق وداه عبرة وشاف الجيش وشاف العمال وشاف الخبراء، فطوال اتفقوا على ان السودان يلحقهم بمجموعه فنيه، وفعلا ارسلوا 60 واحد على راسهم مهندسين وكذا ومشوا زامبيا. انا شخصيا مشيت زامبيا بعد ذلك، للاسف ما لقيت ولا واحد فيهم. كانت تجربه بطاله، ما عرفوا يندمجوا مع الناس، دي ما غلطتهم هم كسواقين قطارات او خراطين او كذا، واتمنى لو الجانب الاجتماعي ده يدرس في هذه الدراسات اللي انت عندك، ليه فشلت بعثتنا بتاعت السكه حديد في زامبيا؟ طبعا جزء منها يخص وزاره الخارجيه اذا كان ممكن. انا مشيت زامبيا لقيت اثنين سودانيين، واحد فيهم عبد الله يوسف زميلنا استاذ في جامعه زيمبابوي اسمه زامبيا، وبعدين معه مهند عبد الرحمن الرفاعي، فكانوا ذاتهم بيحكوا لي يعني حاجه محزنه جدا. فشكرا جزيلا يا اخي، واتمنى لك يعني مزيد من النجاحات. اسف انا جيت متاخر ما ويا دوبك تحصلت على الكتاب. سؤال سريع جدا جدا، انا يعني بقرا وببحث في القصه بتاعت الحب الثنائي وبريطانيا ومصر وكذا، كنت مفتكر انه الانجليز استجلبوا عمال من مصر لبناء السكه حديد، لكن عرفت وبسال سؤال يمكن معلومه تكون غلط، بانه استجلبوا العمال من اليمن لانه تركيا بنت خطوط سكه حديد هناك وكان لهم انفلونس، وبعدين الترمينولوجي بتاعت السكه حديد زي الاستماطور والبتاع دي في زول قال لنا تركيا، فده سؤال ما يعني محمد الفاضل. انا اسف شكرا جزيلا، انا اخر زوجي اسمع محمد ده يا لما هو قال نغيب المهندسين هنا كل طلبة، طبعا الواحد ما كان قالوا تروح تجيب هنا قوم يقابلك انت ومعك عبد العزيز بس مع موسى برضه طبعا. ده بالنسبه لك كان في قريب وكنت ساكن في طلبه. طيب انا جيت متاخر بس طبعا جي شايل الكتاب من السودان وما قريته في الشنطه. للاسف يعني ما قادر ما وجدت متاخر الاثنين، بس داير اشكر ما شلت بتاعك؟ ها؟ والله ما شلت جبت نسخه ده باسم الجانب، بس دار اقول يعني اي بيت لاي منظمه نحن ويلكم نرحب بها هنا. وطبعا اتهمونا بان المرض ده قاعده جدا مفتوحه لانه المتحدث مهندس، المساله دي ما صح. اتهام جواب. طيب لاي زوج يعني مفتوح هسه من اسبوع جاي حيجي الاتحاد النسائي، فنحن باسم الجانب بنرحب باي بيت وقاعدين قدرتنا بنقدر نرد عليها، بس حاشكم ما توقفوا برا وبشمهندس انا اشيل الكتاب بنحشك براغيث. شكرا لك جزيلا وانا اسف لانه عندنا نايت سوري يوز كلوب المفروض نمشيو، فانا بستاذن. شكرا جزيلا يا محمد. طيب يمكن تستغربوا شويه لان المدخل بتاعي مختلف تماما الاختلاف كل الذي دار في هذه القصه. اولا نحن الولاء عشنا زمان طيبه جدا في جامعه الخرطوم وفي عبر ايضا، وانا الحقيقه لولا شعوري بقيمة هذا الكتاب لما وقفت هذه الوقفة. هذا الكتاب يعني فعلا أنا ما قرأت كله، قرأت من الجزء، لكن معرفتي أو الخلفية بتاعتي تعتمد على هذا الرجل ومعرفتي له بالتدقيق لكل شيء. لا يمكن يخرج معلومة ما لم يتأكد منها. أنت لاحظت في حديث أيضا أن يقول لك هذه أنا ما متأكد منها، لازم أشوف هذا. المدخل بتاعي هو انه مثل هذه الاسفار لابد من العنايه بها عنايه كامله في الاخراج وفي العرض، لان هذه بتعرض على اجيال قادمه، ومدخلي هو اللغه ليس لهذا الكتاب. اي كتاب يكتب نحن نفكر في الاجيال التي تطلع على هذه الكتب، لابد
انه اللغه تكون صحيحه حتى نرتبط بتراثنا. نحن نتحدث عن التراث وعن الهويه وعن وعن وعن، لابد انه اي شيء لازم يراجع مراجعه دقيقه للغايه حتى يخرج لهؤلاء الصغار، لانه الصغار هم زي كوبي اسبت. اقول لك ابوي قال كده خلاص، يعتبر حاجه منزله. يعني هسه في اي حته في السودان تلقى واحد يقول لك الزخم، الزخم ده اللحم المعفن يا اخوان النتين، يقول لك الزخم الاعلامي الا يكونوا قاصدين يعني هم الاعلام هذا زخم. فهذه الاشياء بعيد منها النيه. احنا هسه في السودان نقول النيه، انا اتمنى لك يا اخي الامنيه كاذبه، ان هي الا امانيكم وامانية اهل الكتاب. حاجه شيء انت بتحبها لكنها ما بتتحقق، الرجاء هو الذي يتحقق. فهذه الاشياء نضعها لاطفالنا في هذه الكتب. انا لاحظت حاجه صغيره هنا في حتى في المقدمه، ما مشيت لقدام وجدت مثلا يعني يتحدث عن شيء ذكرتني بقصه في جامعه الخرطوم. جابوا كتاب سنه 73 وانا كنت المدير التنفيذي في الجامعه في مكتب مدير الجامعه، فجابوا كتاب لعبد الله الطيب عايزين يدخلوه المكتبه اسمه ترتيب وتقويم الوظائف. قام عبد الله الطيب قام قال لهم هذا الكتاب لا يدخل جامعه الخرطوم ولا يدخل المكتبه. ليه؟ قال لهم العنوان خطا. قال لي قال لهم امشوا اجي تلميذ في مكتب المدير اسمه طيب ابو سن حيكلمكم. ما فاضي بس. فجوني قال لي يا اخي الرئيس هذا عقدنا ترتيب وتقويم الوظائف. قلت لهم غلط طبعا. ولا يدخلني في مشكله معاكم، اللي ما يلهيكم يعمل هنا مشكله. قلت لهم ترتيب وتقويم الوظائف غلط لانك فصلت بين المضاف والمضاف اليه، امشوا غيروا ترتيب الوظائف وتقويمها وجيبوها، مش غيروا جابوا دخلوا الوظائف. فانا ما ادخل في الاشياء، في اشياء كثيره لابد ان تراجع، لان الصغار عندما يقرأوا هذه الاشياء تطبع باذهانهم، وكتاب لهذا قيم الحقيقه، تراث الحقيقه للسودان. يعني وانا لست على اتعاون مع اخي في اننا نخرج من ناحيه لغويه صحيح 100%، لانه الجسم والروح. الناس يقول لك لا يا اخي خلاص خلينا طالما الموضوع ممتاز الجسم ده خليه، لا، الجسم عندما يصاب بعطب الروح بتطلع منه نسيب، الكهرباء لما تكسر الجزازه خلاص بتموت. فاهم شيء هذا المظهر والجوهر، لا بد أن يتلازما في كل شيء تعمل. يعني أنا هسه عليش أقول لأخ هاشم هنا، يعني المطبعة هنا كتبت الأخ هاشم خرج من التخرج من السجن، من التخرج في الجامعة. من الاثنين. لا خلاص بس حاجه واحده بس وامشي. ففي اشياء كثيره ان شاء الله كلها اشياء الناس تقول انها مسلمات ولكنها هي ابدا. يعني هؤلاء الصغار احنا عندنا عليهم واجب كبير جدا في انه نديهم الشيء الصحيح حتى يقرأوا فيه وكذا. انا عندي امثله كثيره هنا لكن خليها لمره اخرى ان شاء الله في المحاضره نلتقي نتحدث فيها ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ حسن. استاذ حسن ما يعني ما فتي انه مهموم للغه السودان يتنفس بشكل يومي يطرح في الحلول. فعلا التحيه له، وهو واحد من الحاجات الفخر والامل فينا في انه لسه في ناس مهمومين بشكل يومي يعني يكتب وينافح ويناقش. عندي سؤالين. سؤال متعلق بالماضي بتاع انه هل كانت السكة حديث في السابق فكرت في قصة انه يكون تحيي قصة المترو في السودان، او قصد انه عاصمة فيها اكثر من 5 مليون وما فيها وسيلة نقل جماعية، فهل كانت السكة حديث واحدة من حاجاتها انها تعمل مترو او ترام في السودان؟ الشيء الثاني، التجربة امتدادا لكلام اخونا مانديلا في القطاع العام، هل هي ايديولوجية بتاعت انه اي حاجة لازم تكون في القطاع العام، ولا هي حاجة عندها علاقة بالكفاءة الاقتصادية والمسائل؟ فالتجربة مثلا بتاعت سيجا دقيق من السودان لو أطلعت لنا ضوء عليها نكون شاكرين لك الود. بنشكر الإخوة في الجالية السودانية لاستضافتهم لنا، وحقيقة يعني لكرم ولحسن استضافتهم لنا في هذه الفعالية،
هم أدونا هذه الفسحة الكبيرة من الوقت عادة ما قعدت تتوفر لنا. ومع ذلك ومع هذه الفسحة الكبيرة من الوقت بالتأكيد ما في ندوة اكتملت فيها كل المداخلات وكل الأسئلة يعني. فده حلم مستحيل بنحاول، عشان كده الناس كل مرة بتعمل فعاليات وبتحاول إن تتيح الفرصة للتداخلات والمناقشات حول القضايا المهمة. فبنتيح الفرصة لهاشم، وبنكون بعد المسألة دي انتهينا ما بنقدر بالتأكيد نتيح كل الفرص كان بودنا يعني. فمعليش يعني نحتذر لكل الناس وناخذ المداخلة من هاشم. طيب شديد الإخوة لعلهم سألوا مانديلا. أنا حقيقة متفائل يعني، ما بقول لك ما متفائل، والخطة اتبنت على أساس أنه أنت زول عاوز تعيد تأهيل السكة حديد ووصلها مرحلة معينة، بحيث أنه في سنة معينة هي تتطور وتمشي لأبعد حقيقة الحياة اللي احنا عاوزينها. فلا عام 30 ده أنا قلت عام 30 على أساس أنه ممكن لو توفرت الأشياء معينة تنفس. أنا خدتها على عتاب أهلها يعني. أهلها لك أسلمك لها 30 ما أهلها أنت بعد شوف تطويرك يعني. أديني الحق أنه أتفائل، لكن أنا يعني أنا لما كتبت الكلام ما كتبت كلام سياسي. أنت أنا خطيت الخطة، أنت الخطة بعد ما تسقط النظام ننفذها. لكن يعني أنا حقيقة خطيت أنه لو سوى كده بيحصل كده، وأنه السكة حدي ما أنا. فيبقى لو عزلناه من السياسة يبقى التفاوض محمد. طيب الغطاء العام والخصخصة وكده صح، في بالمناسبة ما كل السكة الحديدية هي قطاع عام صح، لكن في خطأ سكة حديدية أساسية وأنا بستشهد بها طوالي. الفرنسيين نصحوا السودانيين ما يخصصوا السكة الحديدية، هم قالوا نحن دولة اشتراكية وعندنا سكة حديد قطاع عام وإلى الجهات الثانية بتطالب بخصخصة السكة الحديدية ضمنها ناس نزاتهم يعني، ويمكن البنك الدولي والمسألة في خطوط في اليابان مثلا، خطوط قطاع عام وخطوط خاصة، والاثنين شغالات مع بعض يعني. يعني في ممكن تحصل حاجة بالشكل يعني. هنا برضه في القطاع الخاص ايوه ده قطع الشيخ، وده طبعا قصته كمان شويه معنا دم يعني. عشان كده قلت اللي بيحصل ده ما خصخصه، هو سفسفه، هو قطع الدنيا زول وبسوي له كل شيء يعني. سالت مدير السكه حيث قلت له انت مخصخص القصه دي اللي هي القسم من كوسي لنياله، الدنيا تاجر سموه شيخه، سمينه قطع الاسم باسمه قطع الشيخ، ادوه السك العربات والوابورات، حتى ما كنا نظن جاب له وابور ولا كذا، وأدوه العمال والتزكية وناس الحجز والجماعة اللي بيصينوا الخط وابتع. وبعد ده قلت له طيب بعد السوء ده كله بتديه ربح ليه لتاير، ما تخليه سكة حديد صلحوا بها الخطوط بتاعتكم، ولا تديله عمال ليه تصلح بها حالتهم. فهم يعني ما قاصدين المسألة بتاعت الخصخصة كبديل للسكة حديد، لأنه الشيء ما ممكن تعمل حاجة زي دي وتكون قاصد تنشئ مرفق خاص ربحي يجيب قروش للدولة بدل مرفق تفتكر انه خاسر كده. فدي يعني عشان كده احنا بنقول القطاع العام القطاع العام القطاع العام تبدا به على الاقل. احنا في المرحلة دي لابد انه تتولى الناس هذه الدولة، دي مسؤولية الدولة، ده قطاع المفروض يكون قطاع مدني وقطاع بيخدم الدولة ذات في الاول مثلا المقام الاول بهدى حاجة يعني مش سياسية وبس، دي قصة بتاع يمكن تكون سيادية يعني. كانت أنه السكة حديد تكون تحت الدولة، لأنها هي تشتغل في الحروب أيام الحروب أيام السلم سكة حديد. السكة حديد إحنا أنقذنا لماذا من انقلاب السنين المدفعية من عبرة، إحنا شغالين من قطاراتنا شغالة في حرب الجنوب تودي حاجات وحدة يعني. هي سكة حديد الوسيلة الوحيدة ممكن تعمل لك حاجة بطريقة إفشت يعني وبتكلفة بالله. عشان كده دائما مع القطاع العام يعني، لانه القصخصه حيبقى حيقع على الجمهور، التذاكر حتكون في الناس. ما تشوفوا انتم العسل اللواري حتى بتاع قطع الشيخ بدا يبيع باسعار خياليه يعني ربح، بس يعني المساله بتاع الجشع ارباح ما بتمشي للدوله ولا للناس. يبقى اذكر الدكتور فاروق يعني ذكر الجوانب الاجتماعيه وكذا، انا
ذكرت جزء منها في الكتاب. لكن كويس انه اديت ناس مع بعض الفنيين، فبرضه الناس ممكن يرجعوا للسته دي يشوفوا التكمله بتاعتها. شكرا فاروق. يعني في فاروق الثاني افتكر سؤال عن المصريين اللي استخدموا سكه حديد، هم او يمنيين، هي ما يمنيين، هم مصريين وبالتحديد الصعايده والانجليز الوقت ذاك لما بيمدوا الخط لقوا انه الصعايده هي اكثر الناس مرضكتي. اول حاجه ناس شداء اقوياء في اجسامهم، وبعدين بالنسبه لخط الصحراء بتاع حلفة ابو حمد النمد دي كان يجيبوا عمال سودانيين جابوهم فيما بعد، جابوا الصعايده مخصوص لانه في مشكله مويه، ولقوا انه الانتاج بتاع الصعيدي لو بيعمل 5 قدم بتاع 300 في اليوم للخط، المقابل السوداني بيعمل 3، الصعيدي معناته بيصرف مويه اقل، انتاج كثير مقابل نفس الصرف بتاع المويه. يعني نظرنا من ناحيه انتم ماشيين في الصحراء ومحتاجين لاي قطره بتاعت مويه. لما وصلوا ابو محمد وصلوا النيل غير طوال رباط عام والشايقية ولا بتاع كلهم ده كله حسب تلقاهم، وفي الخط الشرقي طوال البيجا والاخير. فدي اساسا مأكدة هي هم جواب صعدوا لسبب، يعني مش الفاتح. شكرا على العمل بتاعك، ويعني اشكر الفاتح وفر لنا النسخ دي من جاب لنا من السودان، لانه كان فعلا حيكون مشكله الكتاب ده لانه طبع في السودان. طبعا تمت الموافقه عليه ومشكورين لجنه النصوص، رغم انه رفضوا كتابي الاول، لكن ده مره يعني نشكرهم على الحكايه دي، ونتمنى انه يسمحوا لنا بانه نطبع الكتاب الثاني بتاع التجمع كده ان شاء الله. الطيب ده طبعا ابو اللغه ومسؤول هو من العمليه بتاعت المناهج واللغه العربيه وكده، فالنصيحة بتاعته دي يعني لا تقدر بثمن يعني. فأتمنى أنه يعني لو كنت لقيته قبل الكتاب ما يمشي المطبعة كنا أشرته في الإديتينج، كان طلعنا حاجة خلاص نهائية بالمزاج بتاعه هو بالعلم بتاعه. فنتمنى أنه لو السكند إديشن يعني شاركني فيه. يعني السؤال بتاع المترو نقول مترو ده سكه حديد ما خلاص بعد ما القطر بتاع الكهرباء اخيرا مشى الهيئه المركزيه واتلغى، والخط بتاع المترو ذاته كان في الطرماي كان في 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 الكوبري اتدفن يعني قنعنا احنا ما تبعنا به. لكن قام مصطفى جيش الذكاء في المناسبه، وده جزء من حل المشكله بتاعت العاصمه، يعني المترو ممكن يكون حل لمشكله العاصمه. فهو فكر المترو ما يقدر يسوي 200 وكيف وكذا ولا لا لا بتاع. فقال يا اخوان السكه الحديد بتاعتكم دي انا عندي عمال عندما بيجوا بيتعبوا جدا عشان يوصلوا الخرطوم من الشقره ومن وين والجبلولي والحاجات دي. الخط بتاعكم ده ما يجيب لنا ما نعمل دون وابر بخار من الوابرات القديمه دي ان شاء الله. ينقل لنا العمال دي اليومين نعمل رحلات كده يجيب العمال فهي لحدود حل الازمه بتاعت مواصلات حدود اكيد. كمان عطلت الحركه بتاعت القطارات يعني انا عندي قطر بطاعه ولا بتاع ماشي التطر بتاع يعني زادت قطارات الركاب وضيقت عليه الحلقه وكده. فاخيرا انتهى لانه باعتبار انه ذاته بقى ما يعني ما كوست افكتيف يعني. لكن دي الفكره ما عندنا بتاعت. السؤال الثاني تم بتاع القطاع العام ايضا تكلمت عن القطاع، انا جبت في الكتاب تلقوا حاجه عن القطاع الخاص وميزاته ومساوئه، والقطاع العام وميزاته ومساوئه برضه، وحتقدروا تغنوا تلقوا ذاك اقل اخف وطئه اخف ضررا وافيد يعني وبرضه السل المفتوحه للنقاش يعني اساس انه القطاع العام فيرسس القطاع الخاص نشوف سكه حديد تمشي في هذا الاتجاه. لكن قد يطلع في بعد التدارس وكذا وبتاع ده راي بفتكر انه الاقرب للحقيقه يعني. شكرا جزيلا يعني على التحمل.